طيب تعال نبتدي مع بعض في التوبيك التاني في السيشن بتاعت النهاردة. احنا في اول توبيك خلاص عرفنا ايه هي الفاينانشال اكاونتنج، وعرفنا ان الفاينانشال اكاونتنج ده اللي بي الاوتبوت بتاعه او النتج بتاعه هو الفاينانشال ستيتمنتس. يعني عرفنا ان الفاينانشال اكاونتنج المحاسبة المالية هي دي اللي بتطلع لي الفاينانشال ستيتمنتس، بتدي معلومات عن الشركة عن طريق الايه، عن طريق الاكاونتنج سايكل. فاينانشال ستيتمنتس عن طريق اللي هي ده الاوتبوت، اوتبوت، والاوتبوت ده اللي هو الفاينانشال ستيتمنت بيطلع عن طريق ايه، عن طريق اللي ايه، عن طريق الاكاونتنج سايكل، الدورة المحاسبية. قلت لك طبعا الاكاونتنج سايكل ده هيبقى تركيزنا في اول بارت في السيشن في الكورس بتاعنا. اول بارت في الكورس بتاعنا هيبقى كله على الايه، على الاكاونتنج سايكل. طيب في التوبيك التاني بقى هنتكلم على حاجه مهمه جدا، لان دايما قبل ما ندخل في الاكاونتنج سايكل في اهم حاجه، ده الاساس بتاع الفاينانشال ستيتمنتس، وده الاساس بتاع الفاينانشال اكاونتنج. سواء بعد كده انت ناوي تاخد كورسات مهنية مثلا، ناوي تاخد المعايير الIFRS، ناوي تاخد CPA، ناوي تاخد أي حاجة، أي حاجة متعلقة بالأكاونتنج، لازم تكون عارف البيزك أكاونتنج إيكويشن. دي أهم حاجة لازم تفهمها، بيزك أكاونتنج إيكويشن. البيزك اكاونتنج ايكويشن دي اللي مبني عليها الفاينانشال اكاونتنج، ده الاساس. لو فهمت كل حاجه بعد كده تبقى سهل. طب ايه هي البيزك اكاونتنج ايكويشن؟ هنعرفها بس بعد كده نتكلم عنها. البيزك اكاونتنج ايكويشن عباره عن ايه، الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس الايكويتي. لو فهمتوا الاكاونتنج ايكويشن دي بعد كده الاكاونتنج عامه هيبقى سهل بالنسبه لك. وهي الاكاونتنج ايكويشن دي سهله جدا، بس لازم تتفهم، لازم ايه، تتفهم. طيب تعالوا نبص مع بعض. يبقى احنا دلوقتي قلنا طبعا هنتكلم على الاكاونتنج سايكل. طبعا احنا كل الكلام ده قلناه، يعني قلنا يعني وات از اكاونتنج، كل الكلام ده اتشرح خلاص. طبعا انتوا ممكن توقفوا السلايد وتقروها. وقبل ما انسى برضو ان كل الماتيريال بالحاجات اللي بكتبها معاكم دي هتبقى موجودة على الويب سايت، ممكن تدخلوا عليها وتعملوا داونلود للماتيريال فور فري، مفيش اي مشكلة. فاحنا خلاص عرفنا ايه هي الاكاونتنج، هي عبارة عن لغة بتعمل ايدنتيفاي وريكورد كوميونيكيت، تمام. ايه تاني؟ وعرفنا اللي هي لانجوج اوف بزنس، لغة التجارة، ماشي مفيش مشكلة. وعرفنا اليوزرز اللي هم الاكسترنال والانترنال يوزرز. عرفنا الاكسترنال دول بيستخدموا فاينانشال اكاونتنج، والانترنال بياخدوا الكوست والمانجيريال اكاونتنج. وعرفنا هيبقى تركيزنا على الايه، على الفاينانشال اكاونتنج اللي هي بتروح للناس اللي بره الشركه. طيب نبتدي مع بعض بقى في التوبيك بتاعنا اللي هو البيزك اكاونتنج ايكويشن، اللي هي الاسيتس ايكوال لايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي. طبعا الناس اللي خدوا المحاسبه بالعربي او لسه بيدرسوا في تجاره عربي بياخدوها اصول بتساوي الالتزامات او الخصوم زائد الايه، هو الملكيه. طبعا انا في الكورس بتاعكم هنتكلم بالانجليزي وبالعربي، لازم كل حاجه تتفهم بالانجليش وبالعربي. يعني انت في تجاره انجليزي يبقى لازم تبقى فاهم الحاجه برضو بالعربي. انت مش قاعد في امريكا، لا انت قاعد في مصر، يعني هتشوف الشركات المصريه بتطلع قوائم ماليه بالعربي، وانت برضو انت محاسب درست بالعربي، المصطلحات الانجليزي سهله، هي كلها بالفهم. طيب تعالوا نشوف الديفينيشن. اول حاجه نشوف الديفينيشن، بيقول لك الاسيتس، هتلاقي بيقول لك everything that business owns، اي حاجه تملكها الشركه ليها قيمه او هتدينا future benefit، هتدينا ايه، فايده مستقبليه. طبعا انا بقرا معاكم لسه ما شرحتش، بس خلي بالك هعلم لك على حاجات معينه. يعني اول حاجه owns، الاسيت لازم تكون مملوكه، تمام. اي حاجه تملكها الشركه ليها قيمه، تمام، وليها future benefit، ليها فايده مستقبليه، تمام. طيب liabilities، الليابيلتيز قال لك كليمز، يعني التزامات، تمام. الحاجات اللي هي الايه، للناس اللي الشركه، اذا كومبانيز اوز ماني، يعني الشركه مديونه لهم، يعني دي الالتزامات اللي على الشركه.
دي الالتزامات اللي على الشركه للمين، للكريتورز، الناس اللي بره الشركه، اللي هي ايه الشركه مدينه لهم بالفلوس. طبعا لسه ما شرحناش الكلام ده كله. الاونرز ايكويتي، كليمز اوف اونر، حقوق الملاك، ريزيدوال ايكويتي، الحق المتبقي، الحق المتبقي، نت وورث، القيمه الصافيه. طبعا الكلام ده مش مفهوم. طيب تعالى نقراها بالعربي، ان كان بالعربي تبقى نفهمها. بيقول لك الاصول اللي هي الاسيتس، الاصول هي الاسيتس، اصل يعني حاجه موجوده، اصل يقول لك ده اصل الورق، اصل الورق ده الاساس، ده الموجود، تمام. فعشان كده الاسيتس حاجه موجوده، موجودات التي يمتلكها المشروع وتتميز بقدرتها على تقديم خدمه، يمتلكها تقديم خدمه ومنافع مستقبليه. طيب الالتزامات هي ديون مقابل الاصول، دي الديون اللي انا اتدينت بيه عشان اقدر اجيب الاصول دي، تمام. هنشوف الكلام ده كله. وساعات بيسموها الدائنين، دول الناس اللي الدائنين بتوع الشركه بتاعتنا. طيب حقوق الملكيه، قال لك ده الحق المتبقي او القيمه الصافيه. طبعا الحق المتبقي ده اللي هو الريزيديوال ايكوتي، القيمه الصافيه ده اللي هو النت وورث اللي احنا سائلينه بالانجلش. وقال لك هي الفرق بين مجموع الاصول والالتزامات، او هي حق الايه المالك. طبعا بالانجليزي وبالعربي برضو ما فهمناهمش، يعني هما بالانجليزي والعربي انت فهمتهم كمصطلحات كاسامي، ما انا انت مش فاهم ايه علاقتهم بالشركه. طيب عشان نفهم الاكاونتنج ايكويشن، انا بحب الاول حاجه نطبقها على الفرد، بعد كده نطبقها على الشركه. تعالوا نطبقها على الفرد، بعد كده نرجع نطبقها على الايه على الشركه. طيب تعالوا نفترض ان ده مين، نقول ان ده علي. طيب علي دلوقتي معاه بيت بكام؟ ب180,000، معاه عربية بكام؟ ب50,000، ومعاه فلوس في البنك بكام؟ ب20,000. خلي بالك معاه فلوس بكام؟ ب20,000. طيب كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي، مش دي كلها حاجات يمتلكها علي؟ اول حاجة بيمتلكها، تاني حاجة مش الحاجات دي ليها قيمة؟ البيت ليه قيمة، العربية ليها قيمة، الكاش ليه قيمة، وفي نفس الوقت هيدونا منافع، هيبقى ليهم منفعة قدام. امال البيت انا هعيش فيه وهستخدمه، العربية هتوصلني، الكاش ممكن استخدمه اجيب اي حاجة. يبقى التلات حاجات اللي انا قلت لك عليهم دولت ايه؟ اسس. دي الاسس بتاعت مين؟ دي الاسس بتاعت علي. يعني علي عنده اسس، عنده اصول بقيمة كام؟ بقيمة $250,000. طيب لان دي الحاجات اللي بيمتلك علي باسمه، يعني البيت ده باسم علي، العربية دي باسم علي، تمام. الكاش، الفلوس دي موجودة في حساب البنك باسم علي. طيب يعني هي كلها ايه؟ يملكها، تمام. طب سؤال بقى، هل كل حاجة يملكها علي تعتبر حقه؟ تاني، لان برضو دي في ايه، في ناس بتلخبط فيها، هل كل حاجة يملكها علي تعتبر حقه؟ في فرق ما بين انك تملك حاجة وهي حقك ولا لا. في ناس هتقول في ناس هتقول لا. ليه التوتال اسيتس اللي هي 250,000 دي ما تعتبرش كلها حق علي؟ هديك مثال. انت دلوقتي لو انت رحت جبت عربيه، العربيه دي قيمتها 300,000. طيب انت رحت جبت العربيه والعربيه بقت باسمك، بس انت ما كنتش دافع ثمنها كاش، لا انت من 300,000 انت كنت دافع 200,000 كاش، تمام. يعني انت كنت ايه، دفعت من 300,000 200,000 كاش، والباقي انت قلت لهم هتقسطهم. هي العربيه باسمك، بس هل العربية دلوقتي تعتبر حقك؟ لا، العربية مش حقك بالكامل. ليه مش حقك بالكامل؟ لأن أنت كنت إيه؟ واخد دين، ولسه في جزء أنت لسه ما دفعتوش، هتقعد تقسطه، صح ولا غلط؟ لما تخلص يبقى إيه؟ بقت حقك. فنفس الكلام، لو قلت لك إن علي عشان يجيب الأساس اللي ب 250,000 دولار دولت، اضطر مثلا هو يستلف من والده، أو اضطر إن هو يستلف من البنك مثلا، هنقول 150,000. نفترض إن علي عشان يجيب الأصول الاسيتس اللي هي العربيه والبيت، ويبقى معاه شويه فلوس يحطهم في البنك، اضطر ان هو يتداين شويه عشان يقدر يجيب الحاجات دي. يتداين، راح يستلف في البنك، او راح اخد من ابوه كام؟ 150,000. طيب ال 150,000 اللي هو اخدهم دولت او اتداين بيهم، دول يعتبروا بالنسبه لعلي ايه؟ يعتبروا بالنسبه لعلي ايه؟ التزامات. التزام عليه ان هو يرجع الفلوس دي، دي ديون عليه، صح ولا غلط؟ فدي بنسميها liabilities. او قال لك اوز بانك ان هو مديون للبنك بكام؟ 150,000. يعني لو عرفت هو معاه حاجات دوكيمنت 250,000، بس هو مديون للبنك بكام؟ مديون للبنك ب 150,000. يبقى دي الايه؟ دي اللايبيليتيز. دي الايه؟ دي اللايبيليتيز، الالتزامات اللي عليه. طيب يبقى حق علي من 250,000 كام دلوقتي؟
يبقى دلوقتي 250,000 دوت كلهم مش حق علي هو. اه يملكهم هو، اه يعني هو يملكهم باسمه، بس هل كلهم حقه؟ لا مش حقه. ليه؟ لان هو لو ما دفعش للبنك، البنك هيروح ياخد الحاجات دي هيصادرها، صح ولا غلط؟ طيب يبقى من 250,000 الحق المتبقي، الحق المتبقي لعلي كام؟ او القيمة الصافية لعلي كام؟ شفت؟ خلي بالك هو جبت لك المصطلحين مع بعض، الحق المتبقي اللي هو الريزيديوال ايكويتي، او القيمة الصافية اللي هو النت وورث، القيمة الصافية النت وورث لعلي كام؟ هتقولوا لي 100,000. اه يبقى هو وات از هيز نت وورث؟ نت وورث يعني ايه؟ القيمة الصافية، ريزيديوال ايكويتي الحق المتبقي، يبقى كام؟ يبقى 100,000. ده بيسميه الايكويتي، حق المالك. هو اه يملك الحاجات دي بس هو حقه منها قد ايه؟ 100,000 بس. هو اه المالك للحاجات دي بس هو حقه منها كام؟ 100,000. حاجه صعبه. طيب فعشان كده ظهرت لنا ايه بقى؟ ظهرت لنا الاكونتنج ايكويشن، ان الاسيتس اللي هي الحاجات اللي يملكها ب 250,000 دي جابها ازاي؟ في جزء كان حقه هو اللي جابه بتعبه وشغله الشغل بتاعه وشقاه، والجزء التاني ايه؟ التاني هو استلفه او الدائن بيه. يبقى ال 250,000 دي اتمولت عن طريق حاجتين. شفت؟ اتمولت عن طريق حاجتين، في 100,000 ده تعبه ويعتبر حقه، في 150,000 ايه؟ استلفهم او الدائن بيهم. يبقى الاسيتس اللي هو يملكها جت عن طريق حاجتين، اللايبيليتيز الالتزامات، والايه؟ والايكويتي اللي هي ايه؟ اللي هو ده حقه وتعبه. تمام؟ ده بالايكويتي دي ساعات بنسميها كمان، انا زي ما هنعرف بنسميها الكابيتال، راس ماله. ده الكابيتال راس ماله، كابيتال راس ماله. تمام؟ يعني اللايبيليتيز والايكويتي دولت، اللايبيليتيز والايكويتي يعتبروا ايه؟ يعتبروا مصادر التمويل اللي مول بيها ايه؟ اللي مول بيها الاسيتس بتاعته. هو عشان يجيب الاسيتس دي جاب ازاي التمويل الكافي؟ جابه عن طريق حاجتين، دي بيسموها مصادر التمويل او sources of funds. هو عشان يقدر يجيب الاسيتس دي اللي هي ب 250,000 مول ازاي الاسيتس دي؟ عن طريق حاجتين، عن طريق في جزء ده تعبه هو الايكويتي، وجزء تاني اللي هو الايه؟ الليابيليتيز. فدي بيسموها sources of fund، مصادر التمويل. طب والاسس دي يعني استخدمها نسميها ايه بقى؟ هنسميها استخدامات التمويل، uses of fund. هو خد التمويل عمل بيه ايه؟ راح جاب بيه الاسس دي. تمام. طيب احنا كده فهمنا الاكونتنج ايكويشن سريعا على الايه؟ على الفرد. تعال نفهمها بقى على الايه؟ على الشركه. طيب اي شركه عشان تبتدي محتاجه ايه؟ اي شركه عشان تبتدي محتاجه تمويل. طبعا انا عارف في ناس هتقول راس مال، بس انا عايزكم بس ايه تفصلوا دلوقتي ما بين التمويل وراس المال عشان ما نتلخبطش. اي شركه عشان تبتدي محتاجه تمويل. طيب يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه مصادر تمويل، sources of fund. هنفترض ان الشركه دي محتاجه تمويل بقيمه كام؟ تعال نقول محتاجه تمويل بقيمه 100 مليون. $100 مليون. طيب مين اللي المفروض يمول الشركه؟ مين المفروض يجيب ال $100 مليون دول؟ مين المفروض يمول الشركه؟ هتقولي المفروض يمول الشركه هو صاحب الشركه، صاحب الشركه، صح؟ الاونر، الاونر هو المفروض يمول الشركه. طيب تعال نفترض ان الاونر هيمول الشركه بس معهوش ال $100 مليون كله. هي الشركه محتاجه 100 مليون بس الاونر معهوش غير 80. طيب ال 20 الفاضلين دولت نجيبهم منين؟ بكل بساطة ممكن الشركة تروح تعمل ايه؟ الشركة ممكن تروح تاخد ايه؟ تاخد كارد من البنك، صح ولا غلط؟ يبقى ساعتها تروح للايه؟ للكريدتورز، الدائنين اللي بره الشركة. يبقى الشركة تجيب بقية التمويل منين؟ عن طريق ان هي تتداين، يبقى عليها التزامات. فعشان كده لازم عارفين ان مصادر التمويل حاجتين، اول حاجة من الاونرز اللي هم الملاك، فنفترض ان الاونر معهوش غير 80 مليون. طيب كده فاضل من 100 مليون فاضل 20 مليون، طب ال 20 مليون هنجيبهم منين؟ فالشركة راحت استلفت من البنك، ده زي البنك، ده البنك مثلا، خدت كارد من البنك. تمام؟ طيب فاحنا عرفنا التمويل بيجي عن طريق حاجتين، الاونرز والكريتورز، الناس اللي بره الشركة. طيب الاونر لما يستثمر في الشركة يضمن ازاي حقه في الشركة؟ الشركة قالت له ما تقلقش، حقك عندي مضمون
انا هسجل لك ايه؟ هسجل لك عندي حاجه اسمها ايكوتي. ايكوتي يعني ايه؟ حقك، حق المالك. اونرز ايكوتي، حق المالك. تمام، انتوا اونرز، وانتوا خلاص استثمرتوا عندي، فانا هسجل لكم ايه؟ هسجل لكم حقوقكم. حقوقكم دي عباره عن ايه؟ 80 مليون. هسجلها لكم ازاي؟ في حساب هنسميه اونرز ايكوتي، بس الحساب ما بنسموش بقى اونرز ايكوتي، بنسميه كمان كابيتال. اونرز كابيتال، عشان كده قلت لك ايه، افصل ما بين الكابيتال اللي هو راس المال والتمويل. راس المال ده بيبقى ايه؟ جزء من التمويل. راس المال ده بيبقى بتاع الاونر، فالكابيتال ده جزء من التمويل. فالاونر لما استثمروا 80 مليون في الشركه، الشركه سجلت لهم ايه؟ سجلت لهم كابيتال عشان تضمن حقوقهم، قلت لهم ما تقلقوش، انت حقوقهم مسجل اهو، مش انت احمد؟ خلاص يا احمد انا هسجل لك احمد كابيتال مثلا ب 80 مليون، خلاص انت كده ضمنت حقك في الشركه. طيب البنك هيقول لها طب انا هضمن حقي ازاي؟ الشركه قالت للبنك ما تقلقش، انا خدت منك 20 مليون، يبقى انا هسجل لك ايه؟ هسجل لك لايبيلتيز، التزامات، انا هسجل على نفسي لايبيلتيز، فانت كده حقك مضمون عندي. حقك مضمون عندي ليه؟ لان انا مسجل على نفسي التزامات. مسجل نفسي على نفسي التزامات بكام؟ ب 20 مليون. 20 مليون. طيب يبقى كده الشركه جالها التمويل. الشركه جالها الايه؟ التمويل. هتعمل ايه بالتمويل ده؟ هتعمل ايه بالتمويل ده؟ لازم تستخدمه. هتستخدمه ازاي؟ عن طريق ان هي تجيب ايه؟ هتروح بقى تجيب اسيتس. ايه الاسيتس؟ اللي هي مثلا تروح تجيب مبنى اداري، تجيب مقر رئيسي، تجيب مثلا الات للمصنع، تجيب محلات او محل مقر اللي هي محلات البيع، او تجيب مثلا العربيات اللي هتستخدمها في شحن البضاعه. فالكلام ده كله يعتبر ايه؟ يعتبر اسيتس، اصول. يبقى دلوقتي المفروض الشركه جالها 100 مليون، 100 مليون مصاري التمويل، يبقى المفروض الاسيتس تكون بكام؟ المفروض الاسيتس بتاعت الشركه تكون بكام؟ المفروض الاسيتس بتاعت الشركه تكون برضو بكام؟ ب 100 مليون. ما هو مش معقوله يجي لها تمويل ب 100 مليون والاقي الاسيتس 110، يبقى في 10 اكيد ما جوش من الهوا، صح ولا غلط؟ يبقى لازم استخدامات التمويل او الاسيتس تساوي الايه؟ تساوي مصادر التمويل اللي هي اللايبيلتيز بلس الاونرز ايكوتي. ما ينفعش الشركه يقول ان جالها تمويل 100 مليون والاقي الاسيتس 90 مليون بس، يعني ايه؟ في 10 مليون اتسرقوا مثلا، ما يبقى في حاجه اتسرقت. فلازم الاثنين ايه؟ يساووا بعض. خلي بالكوا عشان دي لسه هي هتدخل معانا وهتفيدنا لما نيجي نتكلم على الاكونتنج ايكويشن وازاي بنسجل الترانزاكشن باستخدام الديبت والكريدت، لسه هنتكلم عليها ما تقلقوش. فانت دلوقتي عندك الايه؟ لازم تبقى عارف الدوت عباره عن ميزان، لازم الكفه دي تساوي الكفه ايه؟ دي. تمام. طيب الاسيتس دي زي ايه؟ زي ما قلت لك، زي الايكويبمنت، الالات. الشركه مثلا اشترت ارض، لان الشركة مثلا اشترت بيلدينج، الشركة مثلا اشترت سبلايز، اشترت كارز. تمام. فضل معاها شوية فلوس، في شوية فلوس راحت حطيتهم في البنك كاش. خلي بالك افصل ما بين الكاش والتمويل. الكاش ده اللي هو ايه؟ يعتبر اسد، يعتبر اصل، يعتبر اسد. فضل معايا من 100 مليون شوية فلوس حطيتهم في البنك، ماشي، ده يعتبر اسس. اسس ليه؟ لان الكاش ده بتاعي وممكن استخدمه ان انا اشتري حاجات تانية، يبقى ولي منفعة ليا قدام. طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا الاكونتنج ايكويشن وفهمناها، عرفنا الاسس اللي بتساوي اللابيلتيز والاونرز ايكوتي. طيب جميل جدا، عايزكم بقى نحل مع بعض المثال ده. المثال ده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك هديك شوية حسابات، طبعا ان الشركة هيبقى فيها حسابات لسه هنتكلم على الاكونتس دي قدام، بس انا بديك فكرة عنها دلوقتي. كل حساب انا عايزك تقول لي هو اسيت، هو اسيت ولا لايبيليتي ولا جزء من الاكويتي. فياريت توقفوا الفيديو لمدة مثلا 5 دقايق وتحاولوا تبصوا على كل حاجة فيهم وترجموهم بالعربي، يعني لو انتوا بتدرسوا بالانجليزي ترجموهم بالعربي، وابتدي ايه افهم دي معناها ايه وبالنسبة للشركة بتمثل ايه. طيب تعالوا نبتدي مع بعض. اول حاجه بيقول لك ايه؟ accounts receivables. accounts receivable. تمام. يعني ايه accounts receivable؟ accounts يعني حسابات، receivable يعني ايه؟ هستلمها. حسابات لسه الشركه هتستلمها، حسابات لسه الشركه ايه؟ هتستلمها. طيب دي معناها ايه حسابات لسه الشركه هتستلمها؟ معناها ان الشركه كانت بايعه، كانت باعت حاجات وما خدتش ثمنها،
فكانت بعت على الحساب. انت عارف انت لما تنزل مثلا، لما تنزل لسوبر ماركت مثلا جنبيك، او الراجل السوبر ماركت ده انت عارفه من زمان، ساعات ممكن تشتري منه حاجه وتقول له سيبها لي على الحساب هدفع لك ثمنها مثلا اخر الاسبوع، هشتري منك خلال الاسبوع في الاخر هديك الايه، هديك الفلوس. طب بالنسبه للسوبر ماركت دي تعتبر ايه؟ تعتبر حسابات لسه هيجمعها. طب دي بالنسبه له تعتبر ايه؟ تعتبر اسيت، لان هو لسه هيجمع الفلوس دي، لسه هيجمع الحساب ده وهيدخل له فلوس، فدي هتجيب له فايده. تمام. طب تعالى بس نفهمها تاني بطريقه احسن. تعالى نفترض ان احنا عندنا سيلر، عندنا سيلر، ركزوا معايا، ده بايع، وعندنا باير مشتري. طيب الباير ده، السيلر ده باع on account، sold on account، يعني باع حاجة على الحساب للمين؟ للباير. تعال نفترض بس ان نديلهم اسامي، هنفترض ان السيلر ده هنسميه حسن، ونفترض ان الباير ده هنسميه مين؟ حسام، حسن وحسام. طيب حسن دلوقتي ده البايع، باع حاجات على الحساب لمين؟ لحسام. باع على الحساب لمين؟ لحسام. طيب يبقى ساعتها حسن المفروض يسجل ايه عنده؟ حسن المفروض يسجل عنده اكونت ريسيفبل، حساب لسه هجمعه، اكونت ريسيفبل، اكونت ريسيفبل، حسابات لسه هستلمها، ويكتب تحتيها كده او جنبيه يكتب ايه؟ حسام. يكتب ده الحساب ده بتاع مين؟ حسام، ولسه هجمعه منه. يبقى الاكونت ريسيفبل دي بالنسبه لحسن اللي هو السيلر تعتبر ايه؟ تعتبر بالنسبه له اسيت. اسيت ليه؟ لان دي حاجات لسه هيجمعها وهتبقى ليها فايده، دي حاجه ليها فايده، ده اصل بالنسبه له، حاجه هتفيدني وليها قيمه. طيب حسام اللي هو الباير، الباير ده عمل ايه؟ اشترى اون اكاونت، يعني بيرشيزد اون اكاونت من حسن، اشترى حاجات على الحساب، بيرشيزد اون اكاونت. طيب هو اشترى الحساب يعني ايه؟ يعني هو راح اشترى وما دفعش الفلوس، فيبقى عليه دلوقتي ايه؟ عليه التزام. شوف تخلي بالكوا بقى، عشان كده بقول لك ترجمه بالعربي، لما الترجمه بالعربي هتلاقي الموضوع بسيط، عليه التزام ان هو يدفع الفلوس دي مين؟ لحسن البايع. هو انا لسه ما دفعتش، فهو ملزم ان هو ايه؟ يدفع، ملزم، عليه التزام دلوقتي. فالمفروض الباير اللي هو حسام بقى تفتكره يسجل اكونتس ريسيفبل، ولا يسجل بقى اكونتس ايه؟ هو حاجه هيستلمها ولا حاجه هيدفعها؟ هيدفعها، يبقى المفروض يسجلها accounts payable، accounts payable، حسابات هتدفع، accounts payable. طيب accounts payable يكتب تحتيها والله accounts payable دي المفروض ادفعها لمين؟ لحسن. الحساب ده المفروض ادفعه لمين؟ لحسن. طيب accounts payable دي بالنسبة لحسام تعتبر ايه بقى؟ ما تعتبرش asset، لا ده التزام عليه، صح ولا؟ دي تعتبر liability. تمام، عرفنا الفرق ما بين، عرفنا الفرق ما بين الاكونتس ريسيفبل والاكونتس بيبل، الحسابات اللي هستلمها والحسابات اللي هجمعها. تمام. طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا ان الاكونتس ريسيفبل دي المفروض ايه؟ الاكونتس ريسيفبل دي اسيت. طيب السالاريز اند ويجز بيبل، طبعا انت ما دام لقيت بيبل خلاص انت عرفت ده التزام، حاجه هتدفع، حاجه لسه ما دفعتش ومفروض ادفعها، بقى التزام عليا ان انا ادفعها، صح ولا غلط؟ ده التزام عليا. طيب دي معناها ايه؟ معناها اجور ومرتبات ايه؟ مفروض تدفع، مستحقه عليا، يبقى دي بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه للشركه، بالنسبه للشركه liabilities، حاجات المفروض تدفع. طيب equipment، equipment الات، الالات دي حاجه هستخدمها في الشغل ولا لا؟ حاجات ليها قيمه ولا لا؟ حاجات املكها ولا لا؟ حاجات دي منافع مستقبليه ولا لا؟ يعني value و future benefit و own، يبقى ده ايه؟ ده asset. طيب السبلايز، لسه قايل لكم السبلايز دي يعني ايه؟ الامدادات مثلا، اللي بجيب مثلا اقلام للمكتب، بجيب ورق، بجيب منظفات، الحاجات اللي بستخدمها في ايه؟ سبلايز، يبقى دي ايه؟ asset، حاجات ليها قيمه وهتديني منفعه هستخدمها.
طب الاونرز كابيتال، انا قلت لك الكابيتال ده اسم تاني للايه؟ للايكوتي، اسم تاني للايكوتي. حق المالك، قلت لك حق المالك بنسجله الايه؟ بالكابيتال. طيب انا قلت لك الاكونت ريسيبل والاكونتس بيبل، شرحت لك الفرق ما بين الاكونت ريسيبل والاكونتس بيبل، بس هنا هنا مش كاتب الاكونتس بيبل، هنا كاتب نوتس بيبل. يعني ايه نوتس بيبل؟ في فرق، شفت لاحظ الفرق ما بين النوتس بيبل والاكونتس بيبل في ايه؟ هنا هما الاثنين بيبل، يبقى هما الاثنين لايبيلتي، دي لايبيلتي ما دام بيبل يعني لايبيلتي. طب انا عايز اعرف الفرق، دي هنا كتب نوتس وهنا كتب اكونت على الحساب. نوت يعني مضيت على نوتة، يعني كمبيالة، يعني نوتس بيبل يعني انت مضيت على نوتة او ايه او كمبيالة، تمام؟ يعني معناها ايه؟ معناها بقى اللي انت النوتس بيبل دي لما تكون ايه؟ تكون ماضي كمبيالة على نفسك. الاكونتس بيبل دي على الحساب، يعني ايه؟ يعني انت بتنزل تشتري من السوبر ماركت، الراجل مش هيمضيك، انتوا عارفين بعض صح ولا غلط؟ فمش هيقول لك تعالى بقى امضي لي على كمبيالة وعلى ايد، مبلغ بيبقى بسيط وانت بتقول هرجعه لك اخر الاسبوع، فيقول لك خلاص ماشي يا ماشي يا حسام، يبقى تعالى اخر الاسبوع ادفع لي الفلوس دي. فحسام هيسجل على نفسه اكونتس بيبل، حاجات المفروض حساب المفروض يدفعه صح ولا غلط؟ تمام. بس هو ايه؟ بس هو مش مضاش على اي ورقه، مضاش على اي نوته. طيب تنفترض بقى دلوقتي اللي انت رحت مثلا دلوقتي تشتري عربيه من محل، وقلت له مثلا والله انا فاضل لك 100,000، ال 100,000 دولت هديهم لك على مدار 3 سنين. تفتكر هيقول لك خلاص ماشي تعالى كل سنه وبقديه فلوس؟ هيقول لك كده خلاص خليهم على الحساب؟ اكيد لا. ليه؟ لان هو راجل مش عبيد، انت هو ما يعرفكش اول حاجه، تاني حاجه المبلغ كبير جدا وهيقعد فتره طويله جدا، فلازم يمضيك على ايه؟ على كمبياله. فالنوتس بيبل دي دايما بتبقى للحاجات اللي هي تقعد معايا فتره طويله، هدفعها على فتره طويله، وغالبا بيبقى عليها فايده، بيبقى عليها فايده، اللي انت تدفع لها مدار 3 سنين يبقى ادفع بقى فايده، دي فلوس هتبقى محبوسه معاك لمده ايه؟ 3 سنين. فطبعا ده الفرق ما بين الايه؟ الاكونتس بيبل والنوتس بيبل. النوتس بيبل انت بتبقى ماضي على حاجه وبتبقى لفترات ايه؟ طويله، وغالبا بيبقى عليها ايه؟ فايده، زي ما هنعرف مع بعض قدام. نوتس بيبل طبعا، وقصادها يبقى يقفل عند الاسس، يبقى ايه؟ نوتس ريسيبل. دي كمبيالات المفروض انا هجمعها، ودي كمبيالات المفروض انا ايه؟ هدفعها. وعرفنا الفرق بين النوتس والايه؟ والاكونتس. تمام خلاص احنا عرفنا المثال ده. طيب تعال نبص مع بعض بقى بيقول لك ايه. طبعا ده تعريف الاكاونتنج. الاكاونتنج هو عباره عن ايه؟ انفورميشن سيستم، زي ما قلنا قبل كده، ليه 3 وظائف: ايدنتيفاي وريكورد وكوميونيكيت. قلت لكم بيعمل ايدنتيفاي وريكورد وكوميونيكيت للايه؟ للايكونوميك ايفنت، الاحداث الاقتصاديه بتاعت البيزنس. مش انا قلت لك هو دي اللانجوج اوف بيزنس؟ لو تفتكروا، مش قلت لك ان الاكاونتنج دي عباره عن لانجوج اوف بيزنس، لغه التجاره. طيب قلت لك لغه التجاره، يبقى ساعتها بقى يبقى في ايه اللي احنا المفروض نعمل له كوميونيكيت، نعمل له ايدنتيفاي وريكورد كوميونيكيت، اللي هو الايه؟ اللي هو الايكونوميك ايفنت، الاحداث الاقتصاديه صح ولا غلط؟ تمام. الاحداث الاقتصاديه دي بقى ساعتها هنسميها ايه؟ هنسميها ترانزاكشنز. الايكونوميك ايفنت دي بنسميها ايه؟ بنسميها ترانزاكشن. في الاكاونتنج بنسميها معاملات، ترانزاكشنز. يعني ايه الاحداث الاقتصاديه دي؟ زي ايه؟ تعالوا كده نكتبها. عاوزين نعرف دلوقتي، احنا طبعا عرفنا ناخد نوت، بس ناخد لون تاني. عرفنا دلوقتي ان الايكونوميك ايفنتس، الايكونوميك ايفنتس اللي جوه الشركه بنسميها ايه؟ بنسميها ترانزاكشنز، معاملات. يبقى ده ترانزاكشن حصل، ترانزاكشن يعني معاملات. طيب طيب الترانزاكشن دي زي، او الايكونوميك ايفنت دي زي ايه؟ مثلا لما الشركه تبيع، الشركه تشتري، الشركه تجيب بضاعه، تبيع بضاعه. طيب الشركه عينت، الشركه رفضت، الشركه دفعت مرتبات، اي حاجه بتحصل جوه الشركه دي تعتبر ايه؟ ترانزاكشن صح ولا غلط؟ دي مثلا زي الايه؟ البرشيز، السيل، الشركة اشترت، الشركة باعت، الشركة دفعت مرتبات
سالاريز، الشركة مثلا بورد استلفت، يعني أي حاجة بتحصل جوه الشركة بنسميها إيه؟ بنسميها ترانزاكشن. أنا بس بديك أمثلة على الترانزاكشنز. ترانزاكشن هي أي ترانزاكشن بيحصل، إيه أي حدث بيحصل جوه الشركة بنسميه ترانزاكشن. طيب يبقى أنت المفروض دورك كمحاسب تعمل إيه؟ اللي أنت تعمل ايدنتيفاي. ايدنتيفاي قلنا تلات حاجات، ايدنتيفاي تعرف الحاجة وتحللها لنا عشان نفهمها، ريكورد تسجلها، بعد كده تعمل كوميونيكيتس في شكل يقدر إيه نفهم بيه الناس اللي بره الشركة عن طريق الفاينانشال ستيتمنتس، ونعرف الكلام ده مع بعض. فانا بقى المفروض هنعمل ايه في الاكاونتنج سايكل؟ في الاكاونتنج سايكل المفروض ان انا هعمل ايه؟ كل همنا اللي احنا ناخد الترانزاكشنز دي، ترانزاكشن دي الاحداث اللي حصلت جوه الشركه، واسجلها بقى وادخلها في الاكاونتنج سايكل، عشان في الاخر اقوم مطلع ايه؟ مطلع معلومات عن الشركه في الايه؟ في الفاينانشال ستيتمنتس، عشان الناس تاخد ايه؟ عشان الناس تاخد قرار. فاينانشال ستيتمنتس، يعني انا هدفي دلوقتي ان انا اخد الترانزاكشن دي، كل ترانزاكشن بقى تتصل جوه الشركه، واسجلهم والخصهم وبتاع، عشان في الاخر اقوم مطلعهم في ايه؟ في شكل فاينانشال ستيتمنتس. ده هدف الاكونتنج سايكل. فاول حاجه بقى لازم تعرفها، اللي احنا اول ستيب في الاكونتنج سايكل نعرفه مع بعض، اللي انت تعمل ايه؟ تعمل ستيب 1، ستيب 1 في الاكونتنج سايكل اللي انت تعمل ايه؟ اناليسز للايه؟ للترانزاكشن، اناليسز اوف ترانزاكشن، تحلل الترانزاكشن، تحلل الترانزاكشن. طب بعد ما حلل الترانزاكشن، ستيب 1 وستيب 2 دايما بنشرحهم مع بعض. ستيب 1 ان انت تحلل الترانزاكشن، تبقى تغلط ايه اللي حصل، ده ايه ده، هو باع ولا اشترى، طب ايه اللي اتاثر، تمام. ستيب 2، ستيب 2 بقى الخطوة اللي بعديها اللي انت تعمل ايه؟ تعمل ريكورد. ستيب 2 انت تعمل ريكورد ترانزاكشن، او بتعمل ازاي بنعمل ريكورد؟ بنسميها جورنالايز، ونعرفها مع بعض. تعمل ريكورد او جورنالايز، ده اسم تاني للتسجيل للايه؟ للترانزاكشن. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا اول خطوتين عندي في الاكونتنج سايكل، انت تعمل ايه؟ تعمل اناليسيس، تحلل انالايز، وتعمل ريكورد تسجيل، تعمل اناليسيس وايه؟ وريكورد. طيب ازاي هحلل الترانزاكشن وازاي هسجلهم؟ باستخدام ايه بقى؟ باستخدام الاكونتنج سايكل، مش هنخترع حاجه، باستخدام قصدي الاكونتنج ايكويشن، اسف، باستخدام الاكونتنج ايكويشن. ما انت عندك الاكونتنج ايكويشن اهي، الاكونتنج ايكويشن دي بقى اللي هتساعدك ان انت تحلل كل الترانزاكشنز بتاعت الشركه وايه؟ وتسجلها. طيب تعال نرجع تاني، فلك قال لك الترانزاكشن دي كل الاحداث الاقتصاديه بتحصل جوه الايه؟ جوه الشركه. وقال لك احنا بنحللها، لك انالايزد، بنحلل الترانزاكشن دي بالنسبه للايه؟ للبيزك اكونتنج ايكويشن اللي هي الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس الايكويتي. طيب بس انا عندي سؤال بقى قبل ما نبص عليها، انت بتحلل الترانزاكشن من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر الشركة ولا صاحب الشركة؟ دي سؤال مهم. انت بتحلل دلوقتي بتحلل الترانزاكشن من وجهة نظر الشركة ولا صاحب الشركة؟ خلي بالك، انا لو تلاحظتوا في كل كلامي ان انا كنت دايما بفرق ما بين الشركة وصاحب الشركة. حتى لو تفتكروا كان بقول لك ايه؟ كنت بقول لك الشركة بتاخد تمويل من مين؟ ولو خدت انت لو هتاخد تمويل من الاونر هتسجل له مثلا كابيتال، لو خدت تمويل من الكريتورز هتسجل لهم، تسجل عليها لايبيليتيز. الشركه مثلا اشترت كذا، الشركه عملت كذا، الشركه باعت كذا، تمام. فالشركه بالنسبه لنا في الاكونتنج ده كيان اقتصادي، يعني كيان منفصل عن الاونر. يعني انت كاونر انت مش الشركه، لا الشركه دي منفصله عن الاونر، انت مالكش دعوه بحسابات الحسابات الشخصيه بتاع المالك الشركه، لا انت دلوقتي انت محاسب في الشركه. يعني انتوا طبعا عارفين مثلا شركة حديد عز، شركة حديد عز مين صاحبها؟ احمد عز. طيب انت لو رحت اشتغلت محاسب في شركة حديد عز، هل انت شغال عند احمد عز؟ انت شغال محاسب عند احمد عز، وانت شغال محاسب في شركة حديد عز. لو انت شغال في اوراسكوم، هل انت شغال محاسب عند سويرس ولا انت شغال محاسب في اوراسكوم؟
لا انت شغال محاسب فوق راسكم، صح ولا غلط؟ فعشان كده ايه بقى، عشان كده لازم تفرق ما بين الاونر والشركة. الشركة اللي بتعمل كل حاجة، الشركة اللي بتعمل كل حاجة، الشركة اللي بتشتري، الشركة اللي بتبيع، الشركة اللي بتعين، الشركة اللي بترفد، الشركة اللي بتكسب، الشركة اللي بتخسر. دي بنسميها ايه بقى؟ دي بنسميها، دي فرضية عندنا في الاكاونتنج، فرضية عندنا في الاكاونتنج بنسميها ايه؟ بنسميها economic entity assumption. economic entity assumption. ايه هي الايكونوميك انتيتي اسامبشن؟ اللي هو كيان اقتصادي مستقل او كيان اقتصادي منفصل، او ساعات بنسميه ايه، بنسميه شخصيه اعتباريه. يعني ساعات الشركات دي بنسميها شخصيه اعتباريه. يعني ايه شخصيه اعتباريه؟ يعني بتعتبر كشخص في نص القانون. يعني لو تشوفوا مثلا اخبار يقول لك ده شركه، مثلا شركه حديد عز رفعت قضيه وكسبتها، او شركه حديد عز اترفع عليها قضيه وخسرتها، تمام؟ فالشركات دلوقتي شركات في القانون بترفع عليها قضيه وترفع قضية، تمام؟ يعني هي تعتبر ايه؟ تعتبر شخص في نص الايه؟ القانون، تمام؟ يعني في الايكونوميك انتيتي اسامبشن احنا بنفرق ما بين الايه؟ البيزنس والاونر. البيزنس والايه؟ والاونر، تمام؟ بنفصل ما بين البيزنس والاونر. تمام، المفروض تيجي تفصل ما بينهم. وانت ايه، انت المفروض بتحلل من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر البيزنس، تمام؟ طيب طب هتقولي طب علاقة، طب دي كويسة، دي برضو ايه، دي كويسة هتفيدنا قدام. علاقة الاونر بالبيزنس ايه؟ هو علاقة صاحب الشركة بالشركة ايه؟ هو الاونر ده بيظهر لنا او علاقته بالشركة حاجتين بس. انتوا اخدتوا اول حاجة منها او اتكلمنا عن اول حاجة منها، لما الاونر يعمل ايه؟ يستثمر في الشركة. يعني الاونر علاقته بالشركة في حاجتين، يستثمر، يعمل انفست، تمام؟ يعمل انفست، فنسجل له كابيتال، هنسجل له كابيتال وهنشوفه قدام مع بعض، تمام؟ او الاونر يسحب من الشركة. خليها هنا هو احسن، هنسجل له كابيتال. يبقى الاونر بيظهر في حاجتين، اول حاله منهم اللي هو يعمل استثمار، فيعمل استثمار فايه، البيزنس هيسجل له ايه، هيسجل له كابيتال، راس مال. طيب ممكن الاونر بقى يجي في النص يقول لك ايه، طب انا محتاج فلوس، انا هسحب من الايه، من الشركه، هعمل دروينج. دروينج او وذدروين، يسحب بالانجليزي مسحوبات بنسميها وذدرو، يعني يسحب، او مسحوبات بنسميها دروينجز. فهو دلوقتي الاونر ممكن يعمل ايه، يسحب من الشركه. يعني الاونر بيظهر في حاجتين، لما يستثمر ولما يسحب. يسحب دي بنسميها withdraw، ده الفعل withdraw يعني يسحب. مسحوبات اللي هو الاسم الناون بنسميه drawings، مسحوبات. فالشركة تقوم مسجله ايه، مسجله له drawing، مسحوبات. طبعا الكلام ده كله هنعرفه قدام، انا بديك بس عنه فكره. احنا بنفصل ما بين البيزنس والاونر، والبيزنس الاونر بيظهر بس ايه، في حاجتين، لما يستثمر ومسجل له كابيتال، لما يسحب ونقوم مسجلين ايه، drawings، بس كده. طيب احنا خلاص عرفنا دلوقتي انت بتحلل الترانزاكشن من وجهة نظر مين، من وجهة نظر الشركة، تمام؟ طبعا دي الاكاونتنج ايكويشن بتاعتنا اهي، اسس ايكوال لايبيليتيز بلس الاونرز ايكويتي. فانا عندي سؤال بقى، تفتكروا لو الاسيتس زادت يبقى ايه اللي لازم يحصل؟ لازم، قلت لك دي عبارة عن ايكويشن، معادلة. يعني ايه معادلة؟ يعني يبقى لازم الكفتين بيعادلوا بعض، بيساووا بعض. يعني لو الاسيتس زاد المفروض ايه اللي يحصل؟ الليابيليتيز او الاونرز ايكويتي تزيد، لازم يزيدوا بنفس الايه، بنفس المبلغ او نفس الكمية. او لو الاسيت زاد في حساب معين لازم يقل في حساب تاني بنفس الايه، بنفس القيمة، صح ولا غلط؟ تمام، يعني لو الاسيت زاد يبقى ساعتها ايه، ساعتها الليابيليتيز هتزيد، الالتزامات هتزيد على الشركة، او الاونرز ايكويتي يزيد، او حساب تاني في الاسيتس ايه، يقل. المهم تبقى الايه، تبقى الايكويشن ايه، بالانس. المهم لازم تبقى الايكويشن ايه، بالانس، موزونة اهو. فلك ايه، دي بيسميها الدول افكت، يعني تأثير مزدوج على الايه، على الايكويشن.
نعرف بعد كده دي بيسموها تقسيم مزدوج، ونعرف بعد كده احنا بالشكل لما بنسجل الترانزاكشن بنسجلها في حسابين على الاقل، بنسميه دبل انتري. يعني احنا عرفنا اهو ده بيسموها دول افكت تأثير مزدوج، دول افكت يعني تأثير مزدوج، تمام. فعشان كده احنا بعد كده لما نيجي نسجلها هنسميها دبل انتري، يعني بندخل الحاجة مرتين عشان لازم نعادل الكفتين. هنشوفها مع بعض كمان شوية. قال لك اهو for example if an asset increased او الاسيت زاد، قال لك اهو في حساب تاني في الاسيت هيقل، او في حساب هيزيد في الليابيليتي، او في حساب هيزيد في الايه في الايكوتي، ده بيسميها ايه دوال افكت. طيب فالمهم لازم يكون الايه الاكاونتنج ايكويشن دي لازم تكون بالانسد، لازم تكون موزونه، لازم تكون موزونه. تعالوا نشوفها مع بعض اهي، شايفين هي عباره عن ميزان، عباره عن ايه عباره عن ميزان، تمام. طيب تعالى نشوف الميزان ده بقى ونفهمه مع بعض. هو دلوقتي انا قلت لك الليابيليتيز والايكويتي، الليابيليتيز والايكويتي دول بيمثلوا ايه بالنسبه للشركه؟ فاكرين لسه قايلها لكم من شويه، بيمثلوا الايه، بيمثلوا السورسز اوف فاند، مصادر التمويل، سورسز اوف فاندز، مصادر التمويل، دي سورسز اوف فاند، مصادر التمويل. طيب والاسيتس بنسميها ايه؟ قلت لك دي بتعتبر استخدامات التمويل، يوزز اوف فاند. طيب فالابيلتيز والايكويتي دي مصادر التمويل، دي تعتبر الرصيد بتاع الشركه اللي هي ممكن تستخدمه، الرصيد بتاع الشركه اللي هي ممكن ايه تستخدمه. طيب انت ما يكون معاك رصيد في الموبايل بتقول انا معايا ايه؟ لما يكون معاك رصيد في الموبايل بالانجليزي بقى بتقول معاك ايه؟ بتقول انا معايا كريدت، صح ولا غلط؟ في الجزء اللي هو بيمثل مصادر التمويل بتاعت الشركه ده بيمثل الكريدت بتاع الايه؟ بيمثل الكريدت بتاع الشركه، ده الكريدت، ده الرصيد بتاع الشركه. طيب فاحنا عرفنا خلاص ان الجزئيه دي هتساوي الكريدت، دي هنسميها الكريدت، ده الرصيد. طيب عاوزين حاجه قصادها بتساويها بس تكون عكسها، احنا قلنا ده ميزان، يبقى لازم في الكفة التانية يكون في حاجة بتسويها بس تكون ايه، تكون عكسها. هنسميها ايه بقى؟ ايه اللي بيساوي الكريدت بس عكسه؟ ديبت. ايه اللي هيساوي الكريدت بس عكسه؟ ديبت، تمام. فعشان كده عرفنا بقى الجزء بتاع الليابيليتيز والايكوتي ده كريدت، ده الرصيد، الاسيتس ده استخدامات التمويل، فلازم تكون ايه بتسويها بس عكسها اللي هو الديبت، واختصارهم سي ار ودي ار. طبعا الناس اللي مش عارفه السي ار ده اختصار ايه، كريدت رايتس، كريدت رايتس، والدي ار ده ده الايه، ده الديبت رايتس، ده الديبت رايتس، رايتس انا حقوق. طيب دلوقتي انا عندي سؤال، عندي سؤال، لو انا دلوقتي حبيت ازود اللايبيليتيز او الايكويتي، لو حبيت ازود اللايبيليتيز والايكويتي اتقل انهي كفه؟ لو حبيت ازود الليابيليتيز والايكويتي اتقل انهي كفه؟ اتقل كفه الكريدت، صح ولا غلط؟ لو عايز ازودهم اقوم مزقلهم في الايه، متقلهم في الكريدت، صح ولا غلط؟ يعني دلوقتي لو حبيت ازود الليابيليتيز والايكويتي احطهم في انهي كفه؟ في الكريدت، بيزيدوا في كفه الايه، الكريدت. شفت في عندنا كفتين دلوقتي، ديبت وكريدت، تمام، ولازم الاثنين يساووا بعض. فانت قلت دلوقتي انت الليابيليتيز والايكويتي لو عايز تزودها هزودها في كفه الايه، الكريدت. طيب لو انا عايز ازود الاسيتس، لو عايز ازود الاسيتس اصول الشركه، طب اصول الشركه بقى هي الاسيتس دي بيزيد في انهي كفه؟ هتزيد في كفتها، صح ولا غلط؟ يبقى تقل كفتها. ايه هي كفتها؟ اللي هي الديبت، صح ولا غلط؟ اللي هي الديبت، تمام. طيب عندي سؤال بقى، انت قلت دلوقتي كل حاجه هتزيد في كفتها، الليابيلتيز والايكوتي هيزيدوا في كفتهم اللي هي الكريدت، والاسيتس هتزيد في كفتها اللي هي الايه، اللي هي الديبت. طب لو انا حبيت اقلل، انت قلت الاسيتس هتزيد في الديبت، هتزيد في كفتها. طب لو حبيت اقلل الاسيتس اعمل ايه؟ لو حبيت اقلل الاسيتس اعمل ايه؟ يعني ايه اقللها؟ يعني عاوز اخففها. طب لو انا عايز اخفف الاسيتس، عايز اخفف الاسيتس، ايه انهي كفه المفروض تزيد او انهي كفه المفروض تتقل؟ المفروض الكفه الثانيه، الكفه الثانيه اللي هي الايه، اللي هي الكريدتس. يعني انا لو عايز اقول، لو انا لو عايز اقلل
الاسيتس، لو عايز اقلل الاسيتس يعني عايز اخففها، يبقى المفروض لما اجي اقللها اقللها في الايه، في الكفه التانيه، اقللها في الكفه التانيه، صح ولا غلط؟ اللي هي الكريدت، اللي هي الكريدت. طيب نفس الكلام، انت قلت اللايبيلتيز والايكوتي بيزيدوا في الكريدت، بيزيدوا في الكريدت. طب لو انت عايز تقللهم او عايز تخففهم، يبقى تقوم مقللهم فين؟ مقللهم في الكفه التانيه اللي هي الايه، اللي هي الديبت. تمام. طيب يبقى بكل بساطه كل حاجه بيزيد في كفتها، اللايبيلتيز والايكوتي بيزيدوا في كفتهم اللي هي الكريدت، وبيقلوا في الكفه التانيه اللي هي الايه، الديبت. الاسيتس بيزيد في كفته اللي هو الديبت، وبيقل في الكفه التانيه اللي هي الايه، الكريدت. اهي ده الفيجر اهو قدامكم بيلخص كل حاجه. طيب تعالوا نبص على الايكوتي دي شويه، تعالوا نبص على الايكوتي. الايكوتي قلت لكم اسم تاني ليها ايه، قلت لكم الاسم التاني ليها اللي هو الكابيتال، الاسم التاني ليها اللي هو الكابيتال. طيب كابيتال هو اللي ايه، اللي هو راس المال. ما هي الايكوتي دي حقوق المالك. طب حقوق المالك بتتمثل في ايه؟ في راس ماله. راس ماله في الشركه كام، او مسجلين له، مسجلين ليه راس مال في الشركه كام؟ طيب الايكوتي دايما هنسميها الاندنج كابيتال، اللي هو راس ماله في اخر الفتره كان كام، راس ماله في اخر الفتره كان كام. طيب انا عايز اعرف الايكوتي دي عباره عن ايه، الايكوتي دي عباره عن ايه. تعالوا بقى، اول حاجه الكابيتال راس ماله في اخر الفتره هيساوي ايه؟ قال لك راس ماله في اخر الفتره ده هيساوي البيجينينج كابيتال، راس ماله في اول الفتره. هنشوف اول الفتره او في اول السنه كان معاه كابيتال بكام. طيب رأس ماله ده هيزيد بإيه؟ أنا عايز أعرف دلوقتي الكابيتال بتاع الأونر هيزيد بإيه؟ تفتكروا إيه اللي يزود رأس مال الأونر؟ في ناس طيب أول حاجة هتيجي في دماغك الحاجة البديهية اللي هو لو استثمر زيادة، يعني لو خلال السنة هو عمل استثمارات زيادة أكيد هيزود الكابيتال بتاعه. يعني ممكن نقول بلس الانفستمنت الاستثمارات. طب وإيه اللي يقلل الكابيتال بتاعه؟ هتقولي بكل بساطة لو سحب. طب انا قلت لكم لسه قايل لكم، قايل لكم المسحوبات دي بنسميها ايه؟ المسحوبات دي بنسميها ايه؟ drawings. يبقى ماينس drawings، ماينس drawings مسحوبات. تمام. طيب ايه تاني اللي ممكن يزود راس المال بتاع صاحب الشركه او يزود الايكوتي حق الاونر؟ هو انا عندي سؤال، هي لو شركه، لو الشركة كسبت أو خسرت، مين المفروض نصيبه في الشركة يزيد؟ الـ liabilities اللي هم بتاعت الكريديتورز، ولا الـ equity اللي هي بتاعت الأونر؟ الأونرز المفروض نصيبهم يزيد في الشركة. كده كده الـ liabilities الالتزامات على الشركة دي ثابتة. أنا لو الشركة مديونة للبنك، البنك ملوش دعوة الشركة كسبت ولا خسرت، البنك هياخد القرض بتاعه بالفايدة، ملوش دعوة بقى الشركة تكسب ولا تخسر. بس لما الشركة بتكسب أو تخسر، مين اللي المفروض اللي بيزيد مع، بيكبر مع الشركه او بيخسر مع الشركه؟ مين اللي المفروض بيكبر مع الشركه، نصيبه بيكبر مع الشركه او بيخسر مع الشركه؟ اللي هو الاونر، صح ولا غلط؟ المستثمر. فلو الشركه كسبت انا هكبر معاها، الشركه خسرت انا هخسر معاها. طيب انا قلت لكم لسه قايل لكم في الاول خالص، المكسب والخساره عباره عن ايه؟ المكسب والخساره دول بنلاقيهم في اني فاينانشال ستيتمنتس؟ قلت لك بنلاقيهم في الايه، في الانكم ستيتمنت، قائمه الدخل. والانكم ستيتمنت كانت عباره عن ايه؟ عباره عن ريفينيو ماينس الاكسبنسز. فالريفينيو ماينس الاكسبنسز دي بتديك الربح او الخساره. طيب فعشان كده اقول لك، قلت لك لو شركه كسبت يعني الريفينيو اعلى من الاكسبنس، ده هيزود الكابيتال. الريفينيو ماينس الاكسبنس، الجزء ده بيمثل الايه، بيمثل الربح او الخساره، بيمثل البروفيت او اللوس. لو الريفنيو اعلى من الاكسبنس، لو الريفنيو اعلى من الاكسبنس يبقى ده ايه، ده بروفيت، او بنسميه نت بروفيت، صافي ربح، او نت انكم، صافي دخل. لا بس لو الاكسبنس المصروفات اعلى من الريفنيو يبقى ده ايه، ده لوس. تعال نكتب هنا اهو، لو الريفنيو اعلى من الاكسبنس يبقى بروفيت او نت انكم،
ولو ال revenue أقل من ال expense يبقى ده إيه؟ يبقى ده loss، خسارة. فطبعا ال profit هتقوم مزودة ال capital، ال profit هيزود ال capital، تمام، بس ال loss هتقوم مقللة لإيه؟ مقللة ال capital بتاع ال owner. وده طبعا هتلاقيه موجود في الإيه؟ طبعا الجزئية دي هتلاقيها موجودة عندك في الإيه؟ في ال income statement زي ما قلنا. طبعا انا بفهمك بس الايه، ايه الحاجات اللي بتاثر في الايكوتي، ايه الحاجات اللي بتاثر في الايكوتي. احنا لسه ما اتكلمناش ازاي هنسجل الترانزاكشن، احنا كل ده بايه بنفهم الاكونتنج ايكويشن اللي على اساسها هنحلل الترانزاكشن والايه ونسجلها. طيب عندي سؤال بقى، احنا خلاص عرفنا ان البيجنينج كابيتال، الاندينج كابيتال اللي هو الكابيتال في اخر السنه، هو عباره عن البيجنينج كابيتال، الكابيتال في اول السنه بلس الانفستمنت ماينس الدروينج بلس الريفنيو ماينس الايه ماينس الاكسبنس. برضو في معلومة لازم تبقوا عارفينها، ان انت مفيش حساب في الشركة، يعني ما عندناش حساب في الشركة اسمه investment، ما عندناش حساب اسمه investment. هتلاقي دايما الاتنين دولت بيبقوا موجودين في حساب واحد، بنسميهم الايه، بنسميهم الـ owners capital. يعني دول بيبقوا موجودين في حساب واحد اللي هو الايه، اللي هو الـ owners capital. الـ owners capital، تمام. طيب انا عندي سؤال بقى، عندي سؤال، انت قلتوا دلوقتي، انت قلتوا دلوقتي، قلتوا ان الـ equity، الـ equity اللي هي الـ ending capital بيزيد في الكريدت وبتقل في الديبت، بيزيد في الكريدت تمام وبتقل في الايه في الديبت، تمام. طيب ايه الحاجة بقى اللي الحاجة اللي هتزود، الحاجة اللي هتزود الايكوتي، الحاجة اللي هتزود الايكوتي المفروض تزيد فين؟ الحاجة اللي هتزود الايكوتي المفروض تزيد في الكريدت. طب والحاجة اللي هتقلل الايكوتي، الحاجة اللي هتقلل الايكوتي المفروض تزيد فين؟ او تتقل ايه؟ تتقل الديبت، صح ولا غلط؟ تتقل الديبت. طيب تعالى نشوفها مع بعض كده، تعالى نمسح بس الكلام ده الاول. زي ما قلنا اهو الايكوتي، الايكوتي عباره عن الاونرز كابيتال ماينس الاونرز دروينج بلس الريفيو ماينس الاكسبنسز. وقلنا الاونرز كابيتال ده عباره عن ايه، الاونرز كابيتال ده عباره عن البيجنينج كابيتال بلس الانفستمنت، تمام، ماينس الاونرز دوينج بلس الريفيو ماينس الايه ماينس الاكسبنسز. هو قلت لكم ايه بقى، قلت لكم اي حاجه هزود الايكوتي، اي حاجه هزود الايكويتي نحطها في اي كفه في الكريدت، يعني بنتقل بيها كفه الكريدت. واي حاجه بتقلل الايكويتي بنتقل بيها اي كفه، بنتقل بيها كفه الايه، بنتقل بيها كفه الديبت، يعني بنزودها في الديبت، تمام. طيب بصوا كده معايا في الايكويشن دي، في الايكويشن احنا شايفينها اللي هي الاونرز كابيتال ماينس الاونرز دروينج بلس الريفنيو ماينس الاكسبنسز. ايه اللي بيزود الايكويتي؟ حاجتين، الكابيتال والريفنيوز، تمام، دول بيزودوا الايه الايكوتي، صح ولا غلط؟ تمام، بيبقى دولت لما يزيدوا، يزيدوا في كفه الايه الكريدت، يزيدوا في كفه الايه الكريدت. طيب طب ايه اللي بيقلل الايكوتي؟ اللي بيقلل الايكوتي الدروينجز والايه والاكسبنسز. الدروينجز المسحوبات قبلهم ماينس هو الاكسبنسز المصروفات، دي بتقلل الايكوتي. طيب دولت لما اجي ازودهم بقى، ازودهم في الايه، في كفة الديبت، في كفة الديبت، يعني هما لما بيزيدوا بيقللوا الايه، لما بيزيدوا بيقللوا الايكوتي، والايكوتي بتقل فين؟ في الديبت. فدلوقتي لما اجي ازود الدروينجز والاكسبنسز بزودهم في الايه، في الديبت، تمام. طيب احنا كده خلاص فهمنا الحسابات ديبت ولا كريدت. طبعا انا عارف ان انت ممكن تكون انت خلاص انتوا فهمتوا، بس انت ممكن تكون ايه قلقان من حتة ديبت وكريدت، ازاي هحفظ الكلام ده كله؟ لا ما تقلقش، الموضوع سهل جدا، يعني انا هديكوا دلوقتي ميموري تريك، كمان شويه بالظبط، يعني كمان دقيقتين 3 دقايق بالظبط هناخد ميموري تريك مع بعض، هتلاقي كل الكلام ده كله في كلمتين، بقى سهل جدا، ما عدتش هتنسى الديبت والكريدت تاني. بس انا بشرح لك الكلام ده كله ليه؟ لان انت تكون لازم تكون فاهم، يعني الحفظ الحفظ سهل، من الفهم هو ده اللي هيفضل معاك، ده اللي هيفضل معاك قدام. طيب الكفه اللي بيزيد فيها الحساب دي بنسميها ايه؟ بنسميها نورمال بالانس، نورمال بالانس، الحساب الطبيعي او الحساب الطبيعي بتاع الحساب او الكفه الطبيعيه بتاعت الحساب.
يعني النورمال بالانس بتاع الاسيتس ايه؟ النورمال بالانس بتاع الاسيتس هو الديبت. طب النورمال بالانس بتاع اللايبيليتيز كريدت. طب النورمال بالانس بتاع الدروينج ديبت. النورمال بالانس بتاع الريفينيو كريدت. النورمال بالانس بتاع الاكسبنسز ديبت. النورمال بالانس اللي هو الكفه اللي بيزيد فيها الحساب دي بيسموها الايه؟ بيسموه الحساب الطبيعي. الحساب الطبيعي بتاع الحساب الطبيعي فين؟ تمام، الرصيد الطبيعي بتاعه المفروض يكون فين؟ ديبت ولا كريدت؟ دي الكفه اللي بيزيد فيها الحساب. وده تلخيص تاني ليها اهو. شايفين الاسيتس؟ الاسيتس هي بتزيد في الديبت وبتقل في الكريدت. لاحظ ان كل حاجه فيهم معموله بشكل تي. يعني تي حرف تي اك، يعني حرف تي اهو. تمام، هنعرف قدام ده هنسميه تي اكاونت، بس انا طبعا بحب ايه نربط كل حاجه ببعضها عشان ما نروح قدام تبقوا ايه عارفينها. تي اكاونت، لاحظ دايما اللي هو تي اكاونت ده ليه احنا اخترنا حرف التي؟ لان هو عامل زي الميزان، عامل زي الميزان. دايما في الاكاونتنج الكريدت دايما على اليمين، يعني الكريدت دايما على اليمين والديبت على الشمال. بس انتهى الموضوع عشان تبقوا فاهمينها. الكريدت دايما على اليمين، الكفه اليمين، الديبت الكفه الايه؟ الشمال. طيب فالاسيتس بيزيد اهي في الديبت وبتقل في الكريدت. لاحظ ان اللايبيليتيز العكس، اللايبيليتيز بتزيد في الكريدت اهي، بتزيد في الكريدت وبتقل في الايه؟ بتقل في الديبت، زادت في الكريدت. الكابيتال في الكريدت وبيقل في الديبت. الدروينجز بيزيد بقى، شفت الدروينج عكس الايه؟ بتقلل الايكوتي. شفت الدروينجز بتقلل الايكوتي زي ما قلنا، فزادت في الديبت. الريفينيو بيزود الايكوتي فزادت في الكريدت زي الايكوتي. الاكسبنسز بتقلل الايكوتي فزادت في الديبت. تمام، وزي ما قلت لكم اللي هو الحساب الطبيعي اللي هو النورمال بالانس اللي هو ده الايه؟ ده الحساب اللي بيزيد فيه الايه؟ ده الجهه اللي بيزيد فيها الحساب. النورمال بالانس دي الجهه اللي بيزيد فيها الايه؟ اللي بيزيد فيها الحساب. يعني النورمال بالانس بتاع الاسيت ديبت، النورمال بالانس بتاع اللايبيليتيز كريدت، النورمال بالانس بتاع الكابيتال كريدت، النورمال بالانس بتاع الدروينج ديبت، النورمال بالانس بتاع الريفينيو كريدت، النورمال بالانس بتاع الاكسبنسز ديبت. وما تقلقوش احنا ايه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض كمان شويه تركيه هتفهمنا الديبت والكريدت هنحفظهم. مش هتفضلوا ايه تكتبوهم لغايه ما تحفظوهم، لا ده انا هديك كده كلمتين هتلاقي الموضوع بقى سهل فيهم. بس قبل ما اشوف التركيه دي مع بعض عايز اسالك سؤال. بيقول لك الديبت وان اكاونت، لو انا عملت حطيت الاكاونت في الديبت، لو انا عملت ديبت لاي اكاونت دي معناها ان الحساب ده زاد. indicates an increase، indicates يعني بتوضح او بتبين او معناها ان في increase حصل في الاكاونت ده. ده true ولا false؟ يعني صح ولا غلط؟ لو انا حطيت الاكاونت في الديبت، لو حطيت اي حساب، اي حساب حطيته في الديبت ده معناه اللي هو زاد، يعني ديبت معناه زياده. اكيد طبعا غلط. ليه؟ على حسب نوع الحساب. اسيت، الاسيت الاسيت بيزيد في الديبت. تمام، اهو الاسيت بيزيد معانا في الديبت، بس اللابيلتيز بيقل في الديبت. شايفين يعني الديبت مش معناه، يعني ديبت مش معناه بلس وكريدت مش معناه ماينس، يعني ديبت وكريدت مش معناهم بلس وماينس، لا ديبت وكريدت دوت كفتين والكفتين بيختلفوا على حسب نوع الحساب. يعني ديبت بيزود الاسيتس بس ديبت يقلل الايه؟ اللابيلتيز. هم عباره عن كفتين بس الكفتين دوت بيختلفوا على حسب ايه؟ نوع الحساب. يعني ديبت مش معناه بلس وكريدت مش معناه ماينس او العكس. تمام، على حسب نوع الايه؟ على حسب نوع الحساب. طيب قلت لكم هناخد تريكان ايه نفهم بيها الديبت والكريدت نحفظهم بيها. تعال ناخدها مع بعض. ميموري تريك، انا دايما بفهم الديبت والكريدت او بحفظهم عن طريق كلمتين. اقول لكم الكلمتين اهو. اول حاجه dead يعني ميت، dead. والكلمه الثانيه cc rights بتاعنا cc l r cc l r dead و cc l r. طيب dead يعني debit، ديد اول حرف منها، اول حرف ده دي الديبت، اول حرف ده الديبت، ودي او سي ده سي ده ليه ده الكريدت. يعني اول حرف ده النورمال بالانس، اول حرف ده الايه؟ ده النورمال بالانس.
ده النورمال بالانس. قلت لكم النورمال بالانس ده اللي ايه؟ ده اللي بيزيد فيه الحساب. ده البلس النورمال بالانس ده اللي بيزيد فيه الايه؟ الحساب. طيب ديد، تعالى نركز على ديد. ايه اللي هيزيد في الديبت؟ احنا قلنا النورمال بالانس ده اللي بيزيد في الحساب. طب ايه اللي هيزيد في الديبت؟ اكسبنس، ايه اختصار اكسبنس؟ الايه اختصار الاسيتس، اصول. الدي اختصار drawings، يعني دلوقتي ال expense وال assets وال drawings، ال expense وال assets وال drawings، expense و assets وال drawings بيزيدوا في الايه؟ بيزيدوا في الديبت، يبقى اكيد بيقلوا في الايه؟ في الكريدت. شفتوا؟ يبقى احنا خلاص عرفناها debt و CCLR. debt الدي ده الديبت، يبقى ايه اللي بيزيد في الديبت؟ ال E وال A وال D، expense assets drawing، دول بيزيدوا في الديبت، يبقى اكيد هيقلوا في الايه؟ في الكفة التانية. طب تعالى نبص على الجملة الكلمة التانية هي سي سي ال ار. قلنا أول حرف سي ده كريدت، يبقى تاني حرف ده إيه؟ السي التانية ده الإيه؟ ده الكابيتال اللي هي الأونرز كابيتال، صح؟ طب ال ال لايبيليتيز، طب ال ار الريفينيو، يبقى سي سي ال ار، سي ده كريدت، سي ال ار كابيتال لايبيليتيز ريفينيو، بيزيدوا في الكريدت وبيقلوا فين؟ بيزيدوا في الكريدت وهيقلوا في الديبت. تمام، يبقى ده الايه؟ احنا كده خلاص عرفنا الديبت والكريدت عن طريق كلمتين ديد وسي سي ال ار. كده الموضوع بقى سهل جدا، ما قلناش هنتلخبط فيه. طيب تعالى نرجع تاني. احنا خلاص شرحنا ايه هي الايكونوميك انتيتي اسامبشن. تمام، احنا خلاص شرحنا الجزئيه دي اللي هي فرضيه الشخصيه الاعتباريه او الكيان الاقتصادي بتاع المشروع. قلت لك بنفصل ما بين الايه؟ ما بين البيزنس والاونر. وقلت لك الاونر هيظهر في حاجتين بس، اللي هو لما يستثمر او يسحب من الشركه. وقلت لك اللي احنا بنحلل الترانزاكشن، هنحلل الترانزاكشن. شفت بقى؟ هنحلل الترانزاكشن باستخدام هنحلل الترانزاكشن ونسجل الترانزاكشن، يعني هنحلل المعاملات ونسجل المعاملات باستخدام الايه؟ باستخدام الاكونتنج ايكويشن. من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر البيزنس، من وجهة نظر البيزنس مش الاونر. وده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله في التوبيك اللي جاي. هنتكلم ان شاء الله التوبيك اللي جاي ازاي هنعمل اناليسز، نحلل الترانزاكشن، وازاي نعمل جورنالايزنج او بنسميها ريكوردنج، يعني ازاي بنسجل الترانزاكشن باستخدام الايه؟ باستخدام الديبت والكريدت. عشان كده الديبت والكريدت دول الكفتين دولت هنسميها ايه؟ هنسميها الدبل انتري سيستم، نظام القيد المزدوج. هنقيد الترانزاكشن، نقيد يعني جورنالايز، او ايه نقيد يعني جورنالايز يعني نقيد، عشان برضو الناس اللي ايه يعني تفهم الحقيقة المصطلح بالعربي والبالانجليزي. جورنالايز التوبيك اللي جاي ان شاء الله. هعمل ايه؟ هعمل اناليسز، انالايز وجورنالايز. انالايز يعني بحلل، جورنالايز يعني اقيد او اسجل. فبسجل القيد باستخدام حاجه اسمها الدبل انتري سيستم، نظام القيد المزدوج. وليه سموه مزدوج؟ ليه هو بنقيد نظام القيد المزدوج؟ ليه؟ اللي احنا بنسجل باستخدام الايه بقى؟ الديبت والكريدت اللي احنا لسه عارفينهم دلوقتي في التوبيك ده.